وأخيرا رح يجي الرجل المنتظر. ليش ما بيشوف واحد من أمريكا محل معايش؟ لأنه بده ياخذ واحد من البلد. عجبك؟ نعم. خجولة يوم 15 من شهر مارس ببضع مئات في دمشق خرجوا ملبين دعوة عبر الانترنت تلتمسوا من ربيع الثورات العربية نصيبا. أسفة إني جيت بهالوقت المناسب، كنت حاسة إنه لازم أحكيكي بشي. تحكي معي؟ معي أنا؟ أهل سمير هن اللي كانوا عم يتلفنوا بدهم يرجعوا، بس جايين مشان مريم مو مشانك. تغرب تعي تعرفي ماما عم فكر بشي هديك المرة أنا بعمري ما شفتك عم تبكي معقول في مرة ما بتبكي أبداً